ما الرد الذي قد تنتظره كييف من موسكو؟ يعني نحن قد شاهدنا هذا الرد اليوم، كان هناك قصف مكثف ضد بنية تحتية الحيوية لأوكرانيا قبل كل شيء محطات الكهرباء، ولكن مبنيا على خطاب رئيس فلاديمير بوتين اليوم يمكن أن نستنتج بأن هي فقط الرسالة الأولى إلى السلطات في كييف. على ما يبدو الآن روسيا تعطي لكييف فترة لإعادة التفكير حول يعني استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، وعلى ما يبدو في حال تخلت هذه السلطات الأوكرانية عن هذه الفكرة، في حال نحن نشاهد حتى يعني ربما مزيد من العمليات الإرهابية من قبل السلطات الأوكرانية في الأراضي الروسية، فعلى ما يبدو روسيا ستكثف هذه الضربات ضد بنية تحتية الأوكرانية الحيوية، خاصة أن رئيس بوتين قد ذكر ليس فقط مسألة انفجار في جسر الكيرتش بين القرم والأراضي الروسية والمتبقية، بل كذلك ذكر مسألة إفشال المحاولات للسلطات في كييف لتنفيذ العمليات الإرهابية في إحدى المحطات النووية في روسيا. فلذلك يعني رسالة قوية اليوم، والآن الكرة في ملعب الأوكراني. نعم، يعني سيد أندري، أنت تقول أن هذه الضربات وهي جديدة من نوعها التي اهتزت بها اليوم كييف هي رسالة وجهها بوتين لأوكرانيا ردا على تفجير جسر القرم، ويعني فقط هنا يكتفي الرد أم في حال أنتم صعدتم نحن نصعد؟ كما قلت هي رسالة، ولحتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأن وكما ذكرت روسيا تعطي مجالا للسلطات الأوكرانية لتفكر عن مستقبل مصير الأوضاع في هذه الأزمة الأوكرانية. في حال يتم استئناف المفاوضات فأهلا وسهلا، يمكن أن نشارك في هذه المفاوضات، يمكن أن نناقش كل المسائل مبنية على الشروط الروسية، أي دون حديث عن أربع المناطق الجديدة انضمت إلى الأراضي الروسية، ولكن في حال نحن نشاهد تخلي أو رفض السلطات في كييف لمشاركة في هذه المفاوضات، أو علاوة على ذلك في حال نحن نشاهد مزيد من الاعتداءات، مزيد من العمليات الإرهابية من قبل السلطات في كييف ضد روسيا، فنحن سنشاهد مزيد من الضربات المكثفة. أنا يمكن أن أقول بكل صراحة توجد هناك البنية التحتية المتبقية في أوكرانيا، سواء كانت متعلقة بالكهرباء أو غير الكهرباء، التي يمكن أن تستهدفها روسيا. واليوم روسيا قد أشارت على ما يبدو للجميع بأنها قادرة على استهداف كل مكان في أوكرانيا، سواء كان في الشرق، في الشمال، في الجنوب، نعم، أو في غرب البلاد، حتى العاصمة. كييف توعدت لكن بالرد على الضربات التي عاشتها العاصمة الأوكرانية اليوم. هل الرد الأوكراني من وجهة نظرك سيد أندري سيتوسع عسكريا أم سيقتصر فقط على أنه البنية التحتية المدنية؟ هذا الأمر مطروح، هذا السيناريو مطروح فعلا، بسبب أن سابقا الجيش الأوكراني قد قصف القرى والبلدات في الأراضي الروسية، في القرى والبلدات متواجدة قرب الحدود مع أوكرانيا، فلذلك هذا السيناريو فعلا مطروح، سيناريو تصعيد من قبل الجانب الأوكراني. ولكن حاليا أنا أعتقد أن يعني هناك حاجة لإجراء بعض الاجتماعات في صفوف السلطات الأوكرانية لتفكير كيف يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا، كيف يجب أن يتم التعامل مع الرسائل الروسية التي حصلت عليها كيف اليوم، وثم سنرى كيف ستتطور الأمور. من جديد أقول روسيا منفتحة للحوار، ولكن هذا لا يعني بأنها ضعيفة، هذا يجب على السلطات في كيف ألا تعتبر هذا كنقطة الضعف من قبل روسيا. بالعكس، نحن متمسكين بفكرة السلام، ولكن نحن أيضا مستعدين لتوجيه مزيد من الضربات لإن صح التعبير لوعد أوكرانيا إلى كما يقال قرن الحجر. نعم، يعني سيد أندري أنت
يعني توضح أن روسيا هي المبادرة الأولى في التصالح والمفاوضات، لكن في حال التصعيد سيقابله بالتأكيد كل تصعيد. سيد أندري أونتيكوف من العاصمة موسكو، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.